دعا رئيس الغرفة الأمنية ليتامين بنغازي اللواء أونيس بوخمادة شباب مدينة بنغازي إلى ضبط نفس وعدم العبث بالأماكن العامة والانجرار وراء الفتن. أولا نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار ونتمنى الشفاء العاجل لجرحانا وعودة مفقودينا إلى أهليهم سالمين غانمين. المداخلة موجهة لشباب وسكان وأهالي مدينة بنغازي. نبي نقول لكم بنغازي تحتاج الآن وفي الوقت الحاضر إلى وقفة جادة للنهوض بهذه المدينة الجريحة. بنغازي العز، بنغازي الشموخ، ونطلب من شباب بنغازي العسكريين والمدنيين وكل فئات الشعب في داخل مدينة بنغازي على تهدئة الوضع الأمني الراهن والمشاكل لا تحل بالخلافات ولا تحل بغلق الشوارع وإحراق الإطارات وتحطيم المقرات العسكرية إلى غير ذلك من بعض التي يرتكبها بعض الشباب نتيجة احتقان أو نتيجة اتخاذ موقف معين. اللواء بوخمادة أشار في مكالمة هاتفية عبر برنامج الحدث إلى أن هناك قنوات مغرضة تحاول بث سمومها لزعزعة أمن بنغازي، منوها في الوقت نفسه إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من تسول له نفسه بنشر الفوضى وترويع الأمنين بالمدينة، مضيفا بأن بنغازي قدمت الكثير من الشهداء الذين ضحوا بدمائهم من أجل أن تنعم بالأمن والأمان. ونقول لكم ان هذه الافعال تعطي فرصه لكل من تسول نفسه العبث بمدينه بنغازي وكل من يحاول ان يعبث ويخلق فتنه وبلبله في داخل مدينه بنغازي. مدينه بنغازي الصمود، بنغازي الغاليه، بنغازي يجب على كل مواطن سواء عسكري او مدني، شايب، بوليه، كبير، صغير، يجب أن يكون حريص على أمن مدينة بنغازي التي قدمت آلاف من أبنائها من تضحيات لتحريرها. والحمد لله اليوم بنغازي تنعم بالحرية وتنعم بالأمن والأمان، فالوضع حساس ولا نحتاج إلى بلبلة أو خلل في هذه الشوارع. يمنع منعا باتا على كل العسكريين والمدنيين الدخول للمقرات والمعسكرات والأماكن العامة، ونرصد كل من يقوم بأي عمل تقريبي سواء عسكري أو مدني حيتم رصده وحيتم معاقبته وحيتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.